السلام عليكم، معكم الدكتورة جميلة الوافي، طبيبة اختصاصية في التحاليل الطبية. مرحبا بكم معايا في الحلقة الثالثة في حلقات او كونساي بوك. اليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا هو أهمية الفحص الطبي الدوري في الوقاية من الأمراض. كلنا كنعرفوا الحكمة المأثورة اللي كتقول الوقاية خير من العلاج، أو درهم وقاية خير من قنطار علاج. هذه الحكمة ولات سائدة حاليا، وتبنتها منظمات صحة عالمية وجمعيات صحية وطبية عالمية، وعملت على إرساءها وتقنينها في المجتمعات. هذه الوقاية من الأمراض كتتم عبر الفحص الطبي الدوري اللي كيكون أوبليغاتوار في بعض الدول. والأهمية ديال هذا الفحص الطبي الدوري كتكمن في أنه كيخلينا نكتشفوا الأمراض في واحد الوقت مبكر، ولذلك يمكن لنا نسيطر عليها ونعالجوها ونحدو من المضاعفات ديالها. غنتكلموا الآن على أهم الفحوصات اللي كيتضمنها هذا الفحص الدوري. أولا، هناك فحص طبي. هذا الفحص الطبي بالإضافة لزيارة طبيب الأسنان، هناك واحد الزيارة خاصها تكون مبرمجة للطبيب العام أو طبيب الأسرة اللي غادي يفحص المريض وغيحدد أو اللي يقيس الوزن ديالو، طول ديالو، يقيس له الضغط ديالو، يعمل له ربما واحد تخطيط ديال القلب، يفحص له كذلك السمع والبصر، خاص يوصف له واحد التحاليل إشعاعية منها الماموغرافي، منها صورة إشعاعية ديال الصدر، وصورة إشعاعية ديال الكثافة العظام اللي هي مهمة وخاصة عند النساء فوق من 55 سنة. هناك قائمة ديال التحاليل الطبية اللي كدار في جميع الأعمار، ولكن خاصة بعد سن 40، ألا وهي تحاليل ديال الكوليسترول، تحاليل ديال ثلاثي الذهنيات، تحاليل السكري، تحاليل ما يسمى بالانفاس اللي كتحدد لنا العدد ديال الكريات الحمراء والعدد ديال الكريات البيضاء، وكتكشف لنا اذا كان هناك فقر دم او امراض في المناعه او لا امراض سرطانيه كتخص الدم. وهاد الكريات، تحديد عدد الكريات البيضاء وعدد الكريات الحمراء وكذلك عدد الصفائح الدمويه يمكن لنا نديروه كما قلنا اتوتاج، يعني عند جميع الاعمار، ولكن خاصه ابتداء من 15 سنه عند الفتيات وابتداء من 20 سنه عند الرجال. كنعملوا كذلك تحاليل خاصه بالكليتين واللي مشهورين هما لوغي ولا كرياتينين. هادو كيمكنونا باش نعرفوا واش الوظائف ديال الكليتين، خاصه عند الناس اللي عندهم بعض الامراض المزمنه كالسكري او الضغط المزمن، واش الوظائف تسير على نحو جيد ام لا. هناك كذلك تحديد وظيفة الكبد عبر جوج ديال التحاليل مهمين، وهما جي او تي او جي بي تي او لا ازات الات. اي خلل في هاد المادتين هادو كيدل اما على وجود مرض التهاب فيروسي او التهاب في الكبد او لا التهاب في الكبد من نوع اخر. بالنسبه للنساء هناك واحد جوج ديال التحاليل اللي هي مهمه، وهي اولا قياس مستوى الفيتامين دي اللي الفقر فيه او النقص كيؤدي لهشاشه العظام.
الفحص الثاني اللي هو مهم وهو مسحة عنق الرحم أو ما يعرف بالإف سي في، للإجراء دياله بصفة دورية كل سنتين، كي يمكننا من الاكتشاف المبكر ديال سرطان عنق الرحم. بالنسبة للرجال كذلك هناك جوج تحاليل مهمين، وهما اكتشاف الدم المختبئ في البراز أي في الخروج، وما يعرف لا غوشيرش دو سون دون لا سيل. اي دم ممكن ان يكتشف في البراز خاصو يؤدي بنا لواحد مجموعه التحاليل من اجل تفادي سرطان القولون او لا سرطان المسران الكبير. التحليله الثانيه اللي هي مهمه كذلك وهي تحليله البروستات او ما يعرف بالبي اس ا، من اجل الكشف المبكر عن سرطان البروستات وتفادي العواقب ديالو. من اهم الامراض اللي ممكن ياشر لنا لها الفحص الطبي الدوري، هناك امراض ارتفاع الضغط المزمن، امراض السكري، الخلل في الكوليسترول، هناك ايضا الكشف المبكر للعديد من السرطانات، منها سرطان الدم، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم او سرطان البروستات. هناك ايضا اكتشاف العديد من الامراض المبكر، العديد من الامراض الالتهاب، منها التهاب المفاصل او ما يسمى بالروماتيزم، التهاب الكبد سواء كان فيروسي او التهاب عام، امراض في الكليتين او خلل في الوظائف الكليتين او في المثانه، او اكتشاف حصوات في المسالك بولية أو لا في داخل الكليتين، بالإضافة العديد من الأمراض الأخرى. ختاما يمكن لنا نقول بأن انتشار الثقافة والوعي الصحيين بأهمية الفحص الطبي الدوري ممكن يكون عنده واحد الدور فعال في أنه يرفع من المستوى الصحي للأفراد وكذلك للمجتمعات. والآن غادي نجاوب لكم على الأسئلة، أهم الأسئلة اللي تطرحت في الابليكاسيون او كونساي بوك. حسب منظمة الصحة العالمية، الفحص الطبي الدوري كيبدأ من سن 6 سنوات إلى 65 سنة، اللي من بعد منه ما كتبقاش هناك وقاية. بتاتا المرأة يمكن لها تقوم بالتحاليل اللازمة في أي فترة من الفترات بدون ما يأثر هذاك الشيء على هاد التحاليل على الصحة ديالها. وختاما كنشكركم على التتبع ديالكم، وكنتمنى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله على او كونساي بوك.